وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا شابة في عمرها 32 سنة كتعاني من انفصام في الشخصية هذه 6 سنين وكتضرب الأم ديالها. طبيعة الحال هذه الأم ديالها اللي معنا دابا كتقول أنه بنتها يعني داتها الميري زكوما شحال من مرة ولكن مع الأسف كيقيدوا لها غير الدواء. دابا خصها يعني باش تعالج. حنا كنتمناو أنه اللي في استطاعته المساعدة أنه يتساعد مع السيدة هذه عبر الرقم 0702-11-92-3. السلام عليكم لالا، كدير لاباس عليك؟ طلع شويه الميكرو شبيغات. انا عندي بنتي مريضة، عندها كتعاني من انفصام الشخصية. هاد الانفصام دابا وصلت انها ولات كتعنفني كتضربني، الا اي كلمة قلتها ما مقبولهاش، اي حاجة درتها ما يعني كتشوف فيها شوفها نقطة سوداء. علاش؟ حيت هي مريضة. ملي كنديها نهزها في لومبيلونس ونديها ل 36 كيردوها ليا، تيقولوا كيدقوا لها البرا ديال النهار وهي عندها ديال الشهر، تيردوها كتقول لك سيري تلقاو لها بلاصة. وانا ديك سيري تلقاو لها بلاصة نقدر نموت، انا غنموت حيت هي كتعنفني كتعنفني. عندها 32 زيدها في 89 كتضرب. هي ضرباني ضرباني الضلعة ديالي، ما كنقدش نعس، شفت فاس عليا الزوال الدراري من الزنقة، عرفت وانا نطيح، مني طحت شفت فاس عليا على رجلي برجليها، قالت لي فرقي الدري وما ديهش معاك وانا راه ما غادا بيه ما والو كيجيب لها الله، هذاك الشيء ليماجيناسيون ديال دماغها ماشي انا، راه ما دايرة والو. بنتك هي مزوجة ولا لا؟ طلقات مني مرضات صافي، ما المستقبل ديالها صافي ضاعت. غدا وكتضيع دابا، غدا وكتضيع دابا. هي مني ولدات الدري، دابا الدري عنده شي 10 سنين تقريبا، 4 سنين الاولى ما تشخصش ليا المر ديالها. النهار اللي نعسها في شحال هذا بالحق، كانت مشات في واحد الهستيريا كتقول الجزائر وكتقول شي هضره وتدخل وتخرج، شدوها كانت هربانه، هربات ليا مشات لطنجه تشكع، ما نسيت ما قلتوش. دات الدري قالت كان غنحرق وجابته بزز، عيطت ليا في التليفون واحد الحاله ليلى يلا بحمد رسول الله سخفت. دابا انا اللي كنطالب به هو الدري، بغيتها تعالج. انا ملي كنديها كيرفضوا، انه كيقول لك ما كايناش بلاصه، بحال هادشي ساهل انا راه تقدر تقتلني. ها فين كديها بالضبط؟ كندير 36 هو اللي في استطاعتي انا دابا 36. واخا واحد الملاحظه، انا شكون اللي عدا التشخيص اللي بنتك؟ هما اللي بقات عندهم واحد كان جو شحال هذا، من تما ما بقاوش كيشدوا عليا. قالت لي دابا قلت لها شنو هي لا مالادي ديالها، قالت لي انفصام. ملي كنمشي عند الطبيبه لا ما داروش لا حاجه، كان شاف طبيب نفسي تمنيت في السبيطار، ولكن هما كلهم اطباء نفسيين. عندك اوندونس ديال الطبيب؟ ايه عندي. هما هما عندي كلشي، هما كلشي بغيتي تشوفهم؟ عندي بزاف، عندي كاع الدكاتره، راه شي 4 دكاتره اللي دوزت عندهم. دابا ما كتبقاش تعرفني انا وراني ما كتنوض تبدا تدفل، الا دوزت لها مع ولدها تقدر تشدني من شعري تخبطني. انا ما كنقدش عليها لان صحيحه عليا، ما نقدش نضربها انا، ما نضرب واخا تضربني هي ريا، هي واحد كتوعى كتقول لي علاش ملي كنضربك ما كنقدرش. لا ما نقدش عليك يا بنتي، راه ما نقدش، راه غتقتليني وغادي تغدي سميتها ديك الدري. الدري مولفني ولدها، انا مربياه، انا مربياش، ربيته لحمه، راه جابته صغير كي غندير؟ ما عرفتش تاجعت. وليت كنخاف، مشيت للبوليس جبتهم ليها الدواء، قالت لي انا ما كنخافش من البوليس، حيت دابا هي مريضه وكانت واعيه. البوليس راه كيعرفوها دابا، كيديوها يحطوا لك 36 وسيري انت تابعي داك الشيء. كتجي الطبيبه كتقول لك شوفي دقينا لها البرا دابا غتهدم، وديها كنديها ب 10000. واخا كي غدير؟ الاطباء اللي كتمشي لعندهم عطاوك شي تشخيص اللي هو دقيق، قالوا لك شنو هي شنو خصك تسبب لي مثلا؟ حيت ما يمكنش تبقى يعني تدق غير البرا وترجع. راه هذا هو المشكل. لا دابا هي خصها تنعس،
عندهم لانه هما كيعطيو هاد الدواء وكيوقفوا عليهم. انا ما يمكنش ليا حيت بعض المرات ما تدير الدواء هكا وتلوحوا. لقيت هكا ديال الدواء انا في الساك ديالها ما شدوش، قالت ما عندناش بلاصه. وانا كي غندير انا هاد البلاصه راه خص الدوله، راه هما اللي خص يكون عندهم البلايص راه السبيطار زعما بلاصه اون بلاص للدريه بلاصه وحده ما قدروش يديروا ليها هاد البلاصه. كنقول لك سيري تنعيطوا لك. كيقول لك كاين شي حل لهاد المرض هذا ولا المرض ديال الحاجه الوحيده ديال الحل ديالها هي انها تتبع الدواء ديالها التريتمون. هي ما كتابعهاش كدور لها في الخوم تقدر ما تشربش الدواء ولا دويت معاها انايا صافي راه مشيت فيها انا كلها صح. كتقول لي ماشي سوقك وما غنشربوش كتخرج عينها اش غندير لها انا؟ يعني شويه العيشه معاها شويه لا بزاف ماشي شويه بزاف. ملي كتولي طالعه ملي كتولي اغريسيف طالعه لواحد لا لا ما نقدرش. انا كما وليت كنخاف ولا فيا الخوف راه انا مرضت نفسيتي مرضات. انا دابا مريضه اذا ما شربتش الدواء حتى كنشوفها نعسات ونحس بها نعسات عاد كنعس ما نقدرش نعس وهي كدور. كيجيني الخوف الا انا هضرت في الليل كيبدا قلبي يضرب كنقول هنا غتجي هنا غتقول لي شي حاجه ما لا لقيتها واقفه حدايا كتبقش شي حاجه صافي قلبي كيبغي يسكت. انا ويا ولدها ولكن مع الوالدين احنا عازلين واحد البلاصه حاليا فين مخليها؟ دابا مخليها مع ولدها في الدار. لا ولدها ما تاديش ما تادي ما والو. انا هي اللي كناكل الحصه انا. قال لي حتى الطبيب قال لي راه داك الشيء اللي كيجي كيجيو على الوالدين كاع هادو اللي عندهم انفصام كيمشيو لي بارون الناس المقربين اللي كتحن فيه هو اللي كتولي هي اغريسيف معاه. ما عرفتش كتولي بعض المرات مزيانه ظريفه اللي كتكون متبع التريتمون صافي تحي التريتمون صافي مشيت فيها مع الجيران مثلا كتشوف العلاقه دايره ما كاين اللي ما كتحملوش كاع ما تهضرش كاين ما يدخلش عندي. انا كتحبس عليا صحاباتي قالت لي ما يدخلوش ما يجيوش عندي داري كتقول لي داري. دابا هي هذيك دارها هي داري وما حتى واحد منها وهذه ديالي كلشي تشيل هنا قالت كتقول لي ديالي انت غير خادمه بحال هكا كتشوف فيا خادمه. النداء ديالي تعاونوا معايا الناس تعاونوا معايا الناس يشوفوا من حالي من حالك بغيت ندخل هاد الناس والمهم ماشي في استطاعتي باش ندي عند شي طبيب ونشوف لها راس ولا داكشي اللي عندها في العروق وداكشي. انا ما خداماش دابا ما خداماش ما عنديش الامكانيات. بغيت الناس تعاوني في هاد الدريه هادي بغيتها تعالج ما بغيتهاش تضيع اكثر من هاد الضياع اللي دارت. 07 00 21 19 23. مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا دي ام ديال الشابه عندها تقريبا 32 سنه كتعاني من انفصام الشخصيه هذه 6 سنوات كضرب الام ديالها. طبعا الام ديالها كتقول انه دات بنتها لميريزكوما شحال مره ولكن مع الاسف كيقيدوا لها غير الدواء. هي بغات يعني بنتها تتعالج ويعني يعطيوها بلاصه في المستشفى. فمشاهدينا الكرام كنتمنى نكونوا اللي في استطاعه المساعده انه يساعد مع السيده هذه عبر الرقم 07 00 21 92 3. فمشاهدينا الكرام وبقى لكم تبقوا على خير على امل. تلقى بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.